انت رئيس الفرقه طبعا، على اي اساس بقى اختيارك رئيس الفرقه؟ انت ادم واحد فيها. مع احترامي للاستاذ بلبل نعيم، هو اكبر مني في السن، بس انا قبل منه في الفرقه. وبعدين لما توفى الله يرحمه الحاج محمد الوزيري، الرئيس زكريا ابراهيم هو اللي عيني رئيس للفرقه، لان انا كنت اكبر واحد. كان معاكوا ناس تانية اختلفت الفرقه واعضائها اتغيرت كتير؟ كان معنا ناس، وفي ناس اتوفت، وفي ناس اعتزلت، يعني بعدت مثلا عن الموضوع وبتاع وحاجات زي كده. غنيتوا فين بقى فرقه الوزيري؟ سافرنا المانيا من سنه 94. عملنا 10 حفلات في المانيا واربعه في سويسرا. الحفلات معظمها كان مسارح، وكان بتعمل حاجه للعمال كده في الشارع، يعني شعبي للشعبيين. الشعبيين. ومين جمهوركم؟ مين كان بيتفرج عليكم؟ كان معظم العرب اللي مقيمين هناك، والجاليه المصريه اللي هناك، وتونسيه ومغربيه، كل ده كان بيحضرنا، زائد الناس الالمانيين او السويسريين كانوا بيحضروا لانهم حبوا اللون بتاعنا. طب قول لي بقى اللي في ايدك دي ايه؟ دي عباره عن معلقتين عاديين، معلقتين اكل. كنا زمان السمسميه زمان كان بيشتغلوا بيهم عادي، فمع الايام اتطورت، عملنا لها شكل معين كده على اساس يبقى شكل مقبول، زائد حته حديد هنا سوسته عشان تعمل معايا بدل الصوابع كده. كلكم عندكم مهن تانية غير الفرقه، يعني الفرقه هوايه وحب طبعًا، مش كده؟ دي حاجه يعني الحاج عبد العالي حضرتك شغال فين؟ لحام. لحام وكهرباء. عندك محل وحدك؟ وحاليا دلوقتي طبعا لما طلعت معاش فاتح محل بتاع حداد الكريتال. يا لادانا يا لادانا والله، يا لادانا الله يعين الرقصات اللي انت عملتها مع الرئيس زكريا. ايوه. دي فيها انواع؟ هو في انواع البنبوطي والاسكندراني، ومعظم الرقصات بتبقى تلقائي لنفسك. ايه السمسميه اللي بتقوم الشخص يرقص؟ سانجر هو اللي قاعد الصوت. يعني زي ما بيقولوا هو تعبير فردي حر. الغنى مرتبط لازم يبقى صوت حلو، ولا برضو أداء ارتجالي؟ يعني صوت حلو مش بمعنى يعني مش طربي. ولكن الأصوات الشعبية العادية طالما إن أنت قادر، طالما في نفس وحنجرة دي موهبة من ربنا. طالما إن أنت يعني ودنك حلوة هتسمع، عارف أنت هتقول إيه، مش لازم تبقى عبد الحليم. اسمعني شوفني أيام حلوة ومبروكة، من وزير نسمع أيام، وإحنا فرج مبروكة. اسمع ليا شوفني. القصة بتاعت الأغنية دي إيه؟ إن الوزير كان بيزورني وأزوره، وكان مرة كان عندي في بورسعيد، فبيقول لي وأنا جاي في الموقف الناس بتقول لي وز، أمال أنت مفيش شريط جديد ولا حاجة؟ فقلت له انت بالك قد ايه يا وزيري ما عملتش؟ قال لي من ايام العملاق، من حوالي 20 سنه. طب انا هعمل لك واحد ويا عم هسميه والله زمان. والله زمان يا معلم سلك الوزيري بيتكلم، والله زمان والله زمان والله زمان يا معلم. والله زمان والله زمان والله زمان.